والمرأة أيضا قد تغير الفطرة، ومن سنن الفطرة تقليم الأظافر، فتجد إحداهن تطيل أظافرها حتى تحسبها وحشا، ثم تضع عليها صبغة، هذا الصبغ يمنع وصول الماء إلى الأظافر، ثم تأتي من وضعته لتتوضأ وهو على أظافرها فتبطل صلاتها لأنها لم تتوضأ ووضوءها غير صحيح. النساء في جهل ولا يريدن أن يتعلمن ولا يريدن أن يلتزم بما أمر الله تعالى إلا من رحم الله رب العالمين. وعلى الرجل وقد آتاه الله القوامة أن يكون حاسما في هذا الأمر، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في من جعله الله تبارك وتعالى تحت يده، حتى يدخلها الله تبارك وتعالى بسببه الجنة، والمرأة تتقي الله تبارك وتعالى في زوجها، فإنما هو جنتها أو نارها كما قال رسول الله.